هاي الراحة بالبندق جوهر؟ لا سادة، الزلمة مشكوش شو بده يساوي بالبندق خالي؟ جوهر ايه؟ اسكندر ما بيفكر بالشوكولا والراحة، أنا بفكر فيها. بيرتاح بإيد فاضية؟ الدكتور قال ما لازم تكون زيارتكم طويلة. هو بيسمع الحكي شيء؟ بيسمع كتير منيح بس ما في أي ردة فعل. شكرا لك أختي، شكرا. جوهري سلام عليكم اسكندر بيك. تعرف الروس دخلوا من الشمال ها؟ وفرس إيران دخلوا من الشرق واليونان من الغرب. لسه ما حكيت لك عن الأرمن، هدول نحن فتحنا له الأبواب. اسكندر البلد عم يتقطع والأمهات عم تصرخ وعم يقتلوا الأطفال بالبلد وعم يعتدوا على أعراض الصبايا. لك وين أسود ونمور وكبار الدولة يا اسكندر؟ مالو كبار هالوطن لحتى يخلصونا من هالزل اللي نحن فيه؟ ها؟ خالي لما رح تجيب راحة صار حرب شي؟ لا 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 عن جد اسكندر الكبير انشل. انت عم تسمعني؟ انت بتحبني؟ انت ما بتحبني؟ جوهر افتح الصندوق. يا خال هذا الزلمة مريض سكر، كيف بده ياكل راحة؟ لك مو مشانه أنا رح آكل، نزل سكري. باخذك معي لعنا هنيك، إذا بتقول بدك أرعاك أنا برعاك. ها؟ برعاك. شفت يا جوهر مين إجا على ريحة الراحة؟ خلصت الزيارة، بدنا ناخذ اسكندر الكبير على المعالجة. راحة؟ راحة؟ خالي إذا بتأمرني بقوصهم كلهم. لا تقوصهم، كلهم عملاء. خلينا نعرف عملاء أي دولة. لك ابني ليش واقف؟ روح اعرف أمرك.